بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم الأحد 5/6 مو شهر 6 احنا مو 5/6 ما شاء الله عليك. هذا خروف فاجب جديد ما شاء الله على هالمدة الطويل عليه. هذا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن زاد خروف فاجم ثني ومن نفس المراح ما شاء الله عليه. حرشي اساسي ولاد المنطقه دباسو خشانتو ولونه ما شاء الله عليه. حركوا حركوا يا غط حركوا تايبين مشيتوا للشباب ما شاء الله. اتفرج على المشي شلونه بالله مشيتوا مشيت اسد زعيم. اللهم صل على النبي تبارك الرحمن. والفحل هذا مسيوم بثلاث ملايين وخمسمائة ألف والقبل لسحم مسيوم بثلاث ملايين. طبعا الطلب بيبي زار خفيف أكيد كل حلال عسوم بيبي زار خفيف ولسه فحل النوب نصور لكم بعدها. وهذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الفحل الثالث. هذا زاد فاجم لازمه ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. اخو الفحل ذاك بلش شو الخشانه واللون والوزار شي رفع طيب. هذا بيو صقع المبين عليه بس المعلمين ما يهمهم تفرجهم على رجليه ولف الجرن حلوه وشقاره حلو وجرجر الوزاد ما شاء الله عليه. ها 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 تعال بقى خليك تمشي اللي جاي على الباب. ها 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 ما شاء الله. هذا زاد فصله 3.5 ملايين مثل اخوه. مش مش والله هذا تفرجوا ما شاء الله. هذا الفحل الرابع به. هذا الفحل زاد فاجم جديد. هذا عليه قعام وجرجر وخشة وفجرن حلوة ما شاء الله ما صارت ومده طيب صدره جالس إلا إنه خاينة بي لشته شوية كأني هسجت 2 أو 3 لشته خشانته مي بالحيل فتح صدره زينة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي صورة بالشمس الظهر الحمراء ما شاء الله والله حلال طيب. الشباب هنا اخوتنا مشتغلين بالحلال الطيب والفول الطيبة الله يرزقهم ويبارك لهم مالهم ما شاء الله عليه. والحلال هذا اذا بي من الرقة موجود الحلال هذا ما قف الرقة بربج ولد طراد معروف الربج زين. الحلال موجود هناك يشوفوا بده يشوفوا على ارض الواقع من الرقة قريب من الرقة يشوفن. واحنا لينا ذمة دلالة من اهل الحلال ومن اللي يشتري هاي ذمة وما شاء الله تبارك الرحمن والله يجبرهن ويوفقكم ويوفق الجميع يا رب.